تعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي العراقي الاستاذ نظير الكندوري. اهلا بكم استاذ نظير الى هذا استوديو الرافدين. اذا كانت الحكومه الحاليه حكومه عائلات كما يقول النائب علي البديري، لما يلوح عبد المهدي ويهدد بالاستقاله؟ حياكم الله، حيا مشاهدي قناتكم الكريمه. يعني هذا من المتوقع من عادل عبد المهدي حتى قبل ان يستلم وزارته. كنا نتوقع أن هذا الرجل إذا لم يستقيل عاجلا قبل البدء بتشكيلة وزارته لربما سوف يستقيل بعد بضعة أشهر بعد تشكيل هذه الوزارة، نظرا لشخصيته المتذبذبة، كذلك لأمر هام آخر هو عدم قدرته على إقناع الكتل بتشكيل وزارة من خارج هذه الكتل كما يسموها بوزراء تكنوقراط. الآن يعني عادل عبد المهدي قد تخلى عن كل وعوده للشعب العراقي ووعوده التي كان يصرح بها بأنه سيشكل حكومة بعيدة عن المحاصصة الطائفية. هو وجد نفسه مرغما بأن يمتثل لأوامر هذه الكتل وترشيح شخصيات محسوبة يعني على هذه الكتل، ومع إقراره يعني موافقته على ترشيح هذه الشخصيات التابعة للأحزاب، مع كل هذا يجد أن الصراع بين هذه الكتل على شخصيات معينة لا ينحسم ويهدد بوزارته كلها. ويعني بشكل طبيعي نرى أن هذا الرجل عادل عبد المهدي سيكون أقرب ما يكون إلى إعلان فشله في تشكيل حكومة وتقديمه للاستقالة. هل تعتقد أستاذ نظير أن اختياراته لأعضاء حكومته التي تلحقهم تهم فساد يعني قد يكون وراء تهديده بالاستقالة؟ وإذا كان الأمر كذلك، من حسب من قبله حتى يخاف؟ يعني هو عادل عبد المهدي لم يأتي بجديد يختلف عن الحكومات السابقة، والوزراء الذين تم التصويت عليهم ونجحوا بالتصويت هم لا يختلفون عن وزراء الحكومات السابقة، بدليل يعني من لحظة يعني ظهور هذه الأسماء والتصويت عليها بدأت يعني شبهات الفساد وملفات الفساد تظهر على هؤلاء الوزراء، بل إن كثير من عندهم هم منتمين إلى كتل حزبية أو أقرباء لشخصيات حزبية، وبالتالي هو يرى نفسه عادل عبد المهدي يرى أنه سوف يترأس حكومة مهلهلة ضعيفة متحكم بها من قبل الأحزاب لإرادة بعضها إرادة خارجية وبعضها لإرادة حزبية ولمصالح حزبية، وبالتالي سيكون يعني أشبه ما يكون غير قادر على قيادة مثل هكذا حكومة، والفشل يلوح أمامه. لذلك هو كما يقول كما صرح بأنه لا يريد المغامرة بتاريخه السياسي وتاريخه العائلي، لا أعرف ما أي تاريخ هذا الذي يفتخر به ولا يريد أن يلوثه. لذلك هو لأجل هذين السببين ربما سيكون أقرب ما يكون إلى تقديم استقالة. أثيرت في الأيام القليلة الماضية مسألة بدل إيجار سكن لكل نائب، يعني كيف ترى هذا القرار في ظل فقر يعيشها العراقيون؟ يعني هذا أمر واضح ومتوقع من هؤلاء النواب. هم عندما تم يعني سد بعض الأبواب للفساد هم يتفننون في إيجاد أبواب أخرى جديدة للفساد، من ضمنها هذا التشريع الذي يشرعون لنفسهم بأنه هو بدل إيجار وربما بعد فترة بدل تحسين معيشة، وهكذا تتعدد أبواب الفساد لسرقة المال العام. وإلا الدولة يجب أن تكون هي متكفلة بتوفير سكن لهؤلاء النواب من غير أن يتم دفع لهم مبالغ لكي هم يستأجرون هذه الأماكن. يعني فعلا في بلد فوضى وبلد تتعدد فيه سبل الفساد وسبل سرقة المال العام. نعم، النائب محمد الطائي علق على مسألة بدل إيجار السكن بأن مبلغ 3 ملايين دينار لكل نائب لا يكفي يعني لتأمين وجبة غداء، كيف تعلق؟ والله يعني ما لا يعني لا اجد تعبير عن هذا الشيء الا معناها فطر النعمه والاسفاف بالشعب العراقي، الشعب العراقي الذي بعض عوائله وصلت الى مرحله ان يقتاد من القمامه،
هو يجد أن مبلغ 3 ملايين دينار بما يعادل 2500 دولار لا تكفي وجبة غداء لأحد هؤلاء النواب. هذا استخفاف بالشعب العراقي، بل هم يعني يحاولون استفزاز الناس، يعني الناس الفقراء، الناس الذين وصلت مراحل الفقر مراحل كبيرة في الشعب العراقي، بالرغم أنه يعيش في بلد مليء بالخيرات. يعني هذا حقيقة استخفاف يعني بالشعب العراقي. الأستاذ نظير الكندوري كاتب والباحث السياسي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.